السلام عليكم الاخوان، يعني اللي بس عليكم الامور ديالكم مزيان. فكما كتشوف معايا يعني فهاد ليكزام هذا اللي كيبان لك هذا ديال 2017 كيف ما كتشوف يعني هنايا، شنو عطاونا؟ عطاونا يعني واحد اف دو ان كتساوي يعني واحد ناقص اكس على جوج ناقص اكس اس ان. ياك السؤال الاول قال لك مونتر انكو بان اف دو ان اي ستريكتومون دي كروسونت اي اف موان زا اي ستريكتومون دي كروسونت سي او جي اللي كيساوي يعني اف دو اي. مزيان بينو بحنا ستريكتومون كروسونت. شو معنا هنا؟ يعني خاصني نمشي ندير يعني الشقاق ديال هاد الشيء وخاص يخرج لي يعني سالب، صافي. فهادشي اللي غادي نحاولو يعني نديرو دابا، نحاولو هنايا نجيبو يعني في السيلو ونديرو يعني الشقاق ديال هادشي هدا. شو معايا هنايا؟ مزيان هادي غنحاول يعني ندير لها الشقاق ايكال. الشقاق ديال واحد شحال هو؟ زيرو. والشقاق ديال هذا هو ناقص واحد على جوج، والشقاق ديال هذا هو ناقص اكس اس ان ناقص واحد. بالله عليك دابا اكس راه موجب، هذا راه سالب، وان حتى هو راه موجب حيت ان راه كينتمي يعني الان، وهاد اكس هذا موجب بحال يعني هذا سالب وهذا سالب، يعني هادشي كامل سالب. يعني شنو غنقولو؟ نكتبو يعني الكلمة ديالنا. دونك اف دو ان اي دي كروسونت، اف دو ان اي دي كروسونت. صافي مزيان، هادي راه دي كروسونت، كونو يعني متفقين على هاد القضية. علاش؟ اكس موجب ياك، هو اكس كاين هنايا وكضربو ان اصلا كينتمي يعني لان، تاهو يعني موجب، وكضربو يعني في عدد ناقص كيولي سالب، وكتزيد عليه عدد سالب كيولي يعني سالب. شو معايا هنايا؟ هنا راه الا كانت اف كروسونت راه حتى اف موان زيرو حتى هي دي كروسونت. الا كانت يعني اللي كانت يعني اف دي كروسونت راه حتى اف موان زا حتى هي دي كروسونت. اف موان زا اي كروسونت. الا بغيتي تحسب لي يعني الصورة راه غادي تحسبها، حنا المهم حنا ما عندنا اصلا، حنا ما نديرو بديك الصورة. هنا غندوزو حنايا للسؤال الثاني. السؤال الثاني شنو كيقول؟ قال لك montre en cours il existe x to n à partir l'intervalle 0 a f de n de x n égal à 0. هذيك x n يعني انك، يعني هنا باين غتستعمل يعني ديوريم دو فالو انترميديا. اجي نشوفو يعني كيفاش غادي نديرو لهاد الشيء هذا. فشوف معايا هنا مزيان، نحاولو يعني نجيبو شي ستيلو. شوف معايا، لاحظ معي هنا يعني قال لك بين انه يوجد يعني واحد عنصر واحد سميتو يعني اكس دو ان اللي غيفيريفي لي باش مني نحسب يعني الصوره ديالو لقى هو زيرو. هنا غنستعمل يعني تيوريم دو فالو انترميديا. قلنا اف دو ان اي كونتيني سير هاد الانترفال هذا. شوف هنا باش قلنا يعني دي كروسون راه قصدنا يعني على هاد الانترفال، حتى هو قال لك يعني داك الانترفال يعني اي اللي هو يعني زيرو واحد. هنا يعني غتكون يعني دي كروسون على جي جي بطبيعة الحال راه غادي تمشي، غادي تحسب ليه الصورة. الا حسبنا حنايا الصورة ديال يعني الصورة ديال زيرو زيرو، الصورة ديالو شحال راه تعطينا؟ راه تعطينا يعني واحد. ولا حسبنا يعني الصورة ديال ناقص واحد شحال؟ حسبنا يعني الصورة ديال واحد راه تعطيك يعني واحد ناقص واحد ناقص واحد على جوج، اللي هي ناقص واحد على جوج. شو معايا هنا؟ اف كونتيني اف تو ان
اي ديكروسانت. شو معايا شنو خاصني ندير؟ غنمشي نحسب سوا تحسب يعني الصورة ديال هاد لانتيغفال هذا، او لا تحسب يعني الصورة وتلقى زيرو كينتامي، او لا دير يعني اف بحال اف ديال هذا في اف ديال هذا ويخرج لك انه نيجاتيف. المهم اللي بغيتي حنا نديرو، دير اللي بغيتي حنا. شو معاه غنديرو حنا اف ديال زيرو ايغال اف ديال زيرو، ما احنا ديجا حسبناها هي زيرو زيرو، غتعطيك يعني واحد اي اف ديال واحد. هي واحد ناقص واحد هي زيرو، بحال غتعطيك ناقص واحد على جوج. هنايا اف ديال زيرو اف ديال واحد، هنا كتقول يعني دابخي لا تيوري دو فالو انترميديا، هاهي تيوري دو فالو انترميديا، و انه يوجد واحد اكس تو ان ابارتيان زيرو واحد، بحيث يعني ملي غادي تحسب ليه الصورة ديالو هذا يساوي كان يظهر هنا يوجد يعني واحد عنصر وحيد، هذيك علامة استفهام يعني هي يوجد عنصر وحيد. بغيتي تقولها لي يعني هاكا يعني كلمة تقدر تكتبها، أو تكتب يعني عبارة عن ترميز غير اللي عجبك ديرو. هنايا السؤال الآخر، هنايا هدايا راها بي ياك، وعندنا حنايا السؤال الآخر يعني السي شنو قال لينا؟ قال لك مونترونكو بأن اف دو ان أنك تكتب على هاد الشكل هاد. شنو هي هاديك اف دو ان زائد واحد؟ شو معاه؟ ديال اكس دو ان ايكالا اكس ان هنايا واحد ناقص اكس دو ان. زينة شو معاه؟ أولا خلينا حنا من هادي، أجي نمشيو نحسبو هادي. شو معايا حنا اف دو ان، المهم حنا هي دقائق حنا ما مزروبين فين، نحسبو داكشي بشوية هنا. حنا شنو عندنا؟ حنا عندنا اف دو ان دو اكس ايكالا واحد ناقص اكس على جوج ناقص اكس اس ان. في نظرك إذا مشيت حسبت هنا اف ديال اكس ان، شو معايا؟ غندير هنايا ان، وخاصني ندير هنايا ان وندير هنايا ان، واش هذا شحال كيساوي؟ واش شحال كيساوي زهر؟ هادشي هذا ايكال زهر. اجي دابا عاد نمشيو نحسبو يعني اف دو ان زائد واحد، اف ديال ان زائد واحد صافي. قلنا اش، المهم هادي بلاتي واحد شويه غنحتاجو. عندنا يعني اف دو ان دو اكس ايكال واحد ناقص اكس على جوج ناقص اكس اس ان. شو معاه؟ الى جيت هنا وزدت واحد حتى هنا خاصني نزيد واحد صافي. ولا بغيت يعني نحسب هاد اف ديال اكس ان، حتى هنا خاصني ندير هذا ان ندير هنايا وندير هنايا ان ندير هنا مزيانة. اوكي مزيان، هادي ها هي ايكال. شو معايا ابار هادي غير هادي؟ ماشي هي هادي. شو معايا؟ هذا كيساوي زيرو، يعني هذا غندي هذا للجهة اخرى، يعني هذا كيساوي هذا، هذا لديناه للجهة اخرى صافي، يعني كيساوي هو اكس اس ان، يعني اكس ان ناقص هادي صافي. يعني هادي ها شنو كتساوي؟ يعني بحال هذا غدير جا اخرى يولي لك يعني اكس ان اس ان كيساوي هاد الاجابات. عوضتو هنا شو معاه؟ كاين اللي غادي تجي هادي شويه نوعا ما صعيبه، راه هذا بحال اعتبرو عباره عن عدد، وهذا حتى هو عباره عن عدد صافي.
مع إلى عملت بهذا، هنا شنو غيبقى ليا؟ واحد، إلا اعتبرنا هذا عبارة عن عدد، بحال هاش فاش خاصها تبقى؟ تبقى إكس أس إن. شوف حيت هذا فهذا ها هي، وهذا فهذا غتكون يعني إكس إكس إن أس إن بحال مضروبة فهذا، غتعطيك يعني هي هادي، صافي؟ بحال الأسات اللي الفوق كيتجمعو هنا بحال رأس واحد. واش ماشي هي هادي؟ هي هادي. هنا قال لك عاوتاني شنو قال لنا في السؤال الاخر، يعني في نفس السؤال قال لك يعني مونطرونكو بانه خاصنا نبينو بانه هاد اللعيبه هادي ان بليس ان دو اكس ان ان بليس ان مزيانه. اوكي طبعا مزيان، هادشي دابا حنا اللي خاصنا نبينو. شوف معايا، لاحظ معايا واحد الملاحظه مزيان، هو علاش عطاك هادي؟ شوف معايا هنا شنو عندنا، هنا عندنا اف دو ان بليس ان ديال اكس ان ايكال هادشي. اصلا حنا اكس ان هانت، شوف معايا اكس ان فين كينتمي؟ كاين يعني ما بين زيرو وواحد، بلاتي هنايا واحد الحيبة هنايا راه موه طبيعي هنايا كان ناقص. هنايا باش نشرح لك عاوتاني واحد اللعيبة بأنه هذا راه موجب، صافي. المهم باش نكتبها لك هنايا، هنايا عندنا يعني إكس إن أس إن عامل لواحد ناقص، لاحظ معايا هنا واحد الملاحظة مهمة، هنا شنو عندنا؟ هنا عندنا بأنه إكس إن اكس ان راه كينتمي يعني لزيرو واحد، يعني فحال هاد اكس ان محصورة ما بين زيرو واحد، الا درنا اس ان غتبقى محصورة يعني ما بين زيرو واحد، صافي. ابخي شنو عندنا؟ عندنا عاوتاني عندنا هنا اكس ان محصورة ما بين زيرو واحد، ولا ضربنا كلشي في الناقص غتعطيك ناقص واحد ناقص اكس ان زيرو، و الا زدنا عاوتاني واحد هذا موجب وهذا موجب، يعني هذا موجب وهذا موجب، يعني هادشي كامل موجب. شو معايا؟ يعني هذا موجب، ولكن فهاد اللقطة ديال الموجب هي اللي غنديرو فيها يعني واحد الحاجة. تخيل معايا، شو معايا هنايا، كون زدنا كون هاد ان هادي زدنا ليها واحد، حتى هذا خاصني نزيدو ليه واحد، وحتى هذا خاصنا نزيدو ليه واحد، ياك ولا لا؟ شوف انا غنكتب لك يعني واحد الكتابة ديك الساعة نتفاهمو عليها. حنا شنو عندنا؟ يوجد واحد اكس ان ينتمي، يوجد يعني عنصر واحد ينتمي يعني لزيرو واحد اف دو ان دو اكس ان ايكال زيرو. هنا الى زدت واحد، حتى هنا خاصني نزيد واحد، وهنا خاصني نزيد واحد، مزيانة. هذا كيساوي زيرو، وراه هاد الزيرو هذا عوضته بهاد الشيء هذا، صافي. وحنا وصلنا للتعبير اللي باغين حنا. بالنسبة للسؤال الآخر قال لك مونطرونكو بأن لا سويت إكس إن إي كونفيرج لفيغ ليميت إل، إل صغر من واحد. المهم حنا ما علينا، أنا نعطيكم واحد المعلومة، إلا كان عندنا إكس كبار من إيكغيك راه عادي أننا ندخلو يعني إف دو اكس كتبقى يعني كبار من اف ديال ايكغيك، فوقاش الا كان ديك اف كرواسونت. اما الا كان عندنا اكس كبار من ايكغيك، اف دو اكس كتولي يعني الا كان اف ديك كرواسونت، مزيانه. اوكي شو معايا انا يعني مزيان هنا بالنسبه هذا شنو السؤال هذا.
تي. اوكي تي قال لك اون. شو معايا هادي، شو معايا راه هادي تقريبا يعني راه كتشبه يعني لهادي. شوف الا بغيتي بحال دابا من هنايا مثلا الا كانت اف دي كرواسونت، الا بغيتي تحيد ديك اف كتقلب الرمز بحال كتقلب هذا الرمز هذا. كذلك هنايا اون اف، اف كيفاش دايره كرواسونت ياك دي كرواسونت هي بينا. يعني الا بغينا نحيدو هذيك اف انا شوف معايا اون اف دو ان بليس ان اكس ان. الا بغيت نحيد ديك اف ها اكس ان غادي تقلب الرمز. شوف معايا هنايا اكس ان زائد واحد ناقص اكس ان موجبة. يقول لا هذه لديتها شي اخرى تولي موجبة. وراه هاد اكس ان راه عبارة عن سويت، الا درنا اكس ان زائد واحد ناقص اكس ان شنو تعطينا؟ بما انها موجبة يعني اش كواسونتي اي هاديك اكس ان ما بين زيرو وواحد. شو معايا شنو نكتب هنا؟ اكس ان كرواسونت اي ماجوري باغ في نظرك يعني لا ليميت ديالها شحال غادي تكون؟ لا ليميت ديالها غتكون يعني واحد ال صافي. شو معنى يعني الا جيت انا دخلت لا دخلت يعني لا ليميت هنايا زيرو ودخلت لا ليميت ديال هادي شنو غتعطيك؟ هي ال. ولا ليميت ديال واحد راه هو واحد صافي. مزيان شنو قالك السؤال الاخر؟ اه انا ما نسينا والو ياك. اوكي اه كنتمنى يعني ما نكون ما ننسى والو. قالك اسيدي سيبوزون هداك ال راه صغار قطعا من واحد اون كالكي لا ليميت تو اكس. شو معاه اون ديك اكس ان محصورة ما بين اش و اش، محصورة ما بين زيرو و واحد ياك قطعا. هو هنا شنو قال لينا؟ بأن ديك ال راه أصلا هي راه صغار من واحد. ديك ال راه لا ليميت ديال هادي راه صغار من واحد. شوف معايا هنا قطعا قطعا. شوف معايا واحد الحاجة يعني شي عدد مثلا صغار من واحد تقدر تقول لي مثلا واحد على جوج ياك، المهم يكون يعني اصغر قطعا من واحد. شو معنى شنو غادي ندير؟ غادي اول حاجه نرفع اس ان واخا نرفع يعني ديك اس ان يعني في اخر مطاف ما غيتبدل والو. شو معايا هنا داك ال راه اصغر قطعا من واحد راه لا ليميت ديال هذا شحال غتكون؟ زيرو. ولا ليميت ديال هذا ما نعرف. ولا ليميت ديال واحد العدد اللي هو اصلا صغر من واحد شحال غتكون؟ هي زيرو صافي. اوكي يعني لا ليميت اكس ان زيرو صافي. يعني هنا بطبيعة الحال هنا راه ان طونفير يعني بليس لا انفيني مزيانة. كو كانت هنايا مثلا أصغر من أو يساوي ديك الساعة كانت غادي تكون يعني هضرة أخرى. بالنسبة يعني السؤال الأخير يعني باغين يعني لا فالو ديال ديك ال اللي غتكون يعني إكس إن بون فيغ ليها. شو معايا هنا مزيان شنو غادي ندير؟ هنا شنو عندنا؟ حنا عندنا يعني إف دو إكس إن إكس إن إيغال إيغال أش. هنايا غتكون يعني هي واحد ناقص إكس إن على جوج ناقص
اكس ان اس ان. اصلا هادشي هذا راه كيساوي زر، يعني واحد ناقص اكس ان على جوج ايكوال اكس اس ان اس ان. مزيان يلا واخا شو معايا، غندخل هنايا لا ليميت وغندخل هنايا لا ليميت. لا ليميت يعني في بليس لانفيني واحد ناقص اكس اس ان على جوج هنا باش نكونوا متفقين. حنا قبيله راه هضرين حنا هاد ال هادي كيهضروا عليها ديال هادي، يعني لا ليميت ديالها فينكار بوا، يعني ديك ال يعني واش هي كاينه ولا ما كايناش. شو معنا شنو غندير، فيعني هاد لا ليميت هادي حسبنا شحال عطاتنا، هي زيرو. وهاد لا ليميت هادي شحال، لا ليميت ديال اكس ان راه هي ال ياك ولا لا، على جوج ناقص واحد. شو معا غنجيب هذا لهنا، يعني في حالة ال غتكون هي جوج، يعني راه سوكي كونترولي صافي، يعني هذا راه يعني تناقض، يعني ال راه طونفيرز، حيت حنا عندنا ال خاصها تكون يعني محصورة ما بين زيرو وواحد صافي. المهم الاخوان هادشي اللي كاين، نتلاقاو يعني في فيديو جديد. المهم اللي بغى يسكريني هاد ليكزام هذا تقدر تسكريني زعما يعني هاد الورقه هادي، ولا بغيتي يعني بطبيعه الحال غتواصل معايا في هاد النمره هادي. المهم ليكزام راه ديال 2017 ان شاء الله.